يؤكد هذا السياق الرئيس صالح، يعني قبل قليل موقع وزير الدفاع اليمني يؤكد أن الرئيس صالح سيلقي لليمنيين خطابا خلال الساعات القادمة أو ربما خلال اليومين الماضيين. ولكن عموما كل المؤشرات تؤكد أن هناك يعني المخاوف التي تتحدث عنها المعارضة ربما هي الآن تصب في هذا المجرى، خصوصا وأن نائب الرئيس ومستشاره السياسي يعني إلى هذه اللحظة لم يأتي تأكيدات. أيضا موضوع نقل السلطة يعني ربما يخالطها الكثير في المرحلة القادمة إذا لم تكن الجهات الرسمية في اليمن جادة في هذا الموضوع. حتى وإن تم نقل السلطة إلى نائب الرئيس فإن العقلية التي يفكر بها النظام في اليمن خاصة فيما يتعلق على أن السلطة هي ملك شخصي، فربما تحدث الكثير من التداعيات في المرحلة القادمة إن لم يكن النظام قد استوعب ما يجري في اليمن وعلى الساحة اليمنية بأن هناك تغيير ثوري ولا بد من ولكن تغيير حتى النظام لو استوعب بشكل يعني أساسي نحو واضح سيد أحمد أن يعني المظاهرات التي خرجت في صنعاء اليوم ترفض أي تسوية، ما هو البديل إذن للخروج من هذه الأزمة؟ ما يجري حاليا هو على الاحزاب السياسيه تنطلق من التسويه السياسيه والمفاوضات مع نظام صالح، لكن شباب الثوره انا اؤكد لك حتى ولو تم التوقيع على نقل السلطه فان الساحات والميادين الموجوده في عموم ساحات الجمهوريه لن ترتفع وسيبقى الشباب صامدون في اماكنهم حتى يتم التاكد على ان الثوره خرجت يعني باهدافها الحقيقيه. ما يجري الان هو عباره عن المجلس الانتقالي الثوري اليمني واحزاب اللقاء المشترك يعني تسعى بجهود حثيثه في محاوله لاخراج اليمن من ازمتها، وخاصه في من الدخول الى موضوع الحرب التي يسعى النظام الى تصعيدها في اكثر من مره واكثر من جهه واكثر من صعيد. فهناك محاولات من قبل هذه الاطراف السياسيه في المعارضه لامتصاص كل المحاولات التي تريد بالزج اليمن الى اتون حرب او صراع داخليه. أشكرك أحمد عايد مدير تحرير موقع مأرب بريس، كنت معنا من صنعاء.